امبارح تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية دوائر الحكي دوي، ده ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف. هذه المرحلة يا جمانة بتعمل في 6 محافظات، القاهرة والجيزة والقليوبية واسكندرية ودمياط والشرقية، وهدف هذه المبادرة هو تشجيع الفتيات على أنهم يعبروا عن آرائهم، يشاركوا القصص والخبرات اللي مروا بيها في حياتهم. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الأستاذة إيزيس محمود، مدير عام الإدارة العامة لتخطيط البرامج بالمجلس القومي للمرأة. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير على حضرتك. يا أهلا بيكي. في البداية عايزين يعني نشرح للناس أكتر عن هذه المبادرة، الهدف من إطلاق هذه المبادرة، مبادرة دوي. هي مبادرة دوي هي مبادرة وطنية تحت رعاية السيدة إدارة بتشتغل على فكرة تمكين الفتيات، كل جوانب الخاصة بتمكين الفتيات، صحتهم، تعلمهم، قدرتهم على التعبير، قدرتهم على التشارك في قضايا المجتمع الخارجي، من خلال ناخد فتيات في رحلة لمدتها 3 أيام، بنعمل معاهم دوائر حكي علشان يعني نخرج كل المكنونات اللي جواهم، ازاي يعرفوا يعبروا عن قضاياهم الخاصة وقضايا المجتمع بتاعهم، من خلال مجموعة من الميسرات دول احنا بندربهم على فكرة ازاي يقروا، ما يعني يقروا اللي جوه البنات، ازاي يخرجوا جوه البنات، ازاي يشجعوهم على الكلام وعلى الحوار. مش بس الحوار هي بداية الرحلة، ولكن ايضا بنحاول نشارك داخل الأسرة والمجتمع الخارجي، يقعدوا مع البنات في حاجة بنسميها حوار أجيال، خاصة الأمهات. إحنا المبادرة دي بتستعين أو بتستهدف الفتيات اللي هم من سن 10 ل 18 سنة. والسن ده بيتمتع برهافة حس شديدة، في تقلبات وتطورات بشخصية البنت، فربما تكون في بعض الأوقات ما تكونش الأم مدركة تماما كل هذه التغيرات، وبالتالي بيبقى عندنا فرصة أنه في دوائر الحكي بنضم ليها في مرحلة من المراحل الأمهات، وبعض الأحيان بيبقى الإخوة الذكور والآباء، وندير الحوار معاهم على إزاي تقدروا تفهموا بناتكم، إزاي تقدروا تتعاملوا مع قضايا بناتكم، إزاي تشجعوهم أن هم يبقوا عندهم قدرة لفهم النفس والثقة في النفس، ويقدروا يفهموا المجتمع كمان اللي حواليهم. طيب أستاذة إيزيس، يعني عايزة أعرف برضو من حضرتك، هذه المبادرة في القاهرة فقط ولا في محافظات أخرى؟ بصي، هي بداية من المبادرة دي بتنطلق في جميع محافظات الجمهورية على مراحل. يعني المرحلة الأولانية احنا اشتغلنا في كل قرى البعيد، والمرحلة دي بنشتغل في 6 محافظات فقط، في هي وجه بحري. بس خليني أقول لك حاجة مهمة جدا، إنه إحنا مش بس بنشتغل في كل المحافظات، لكن تركيزا على المحافظات اللي بتشملها المبادرة القومية حياة كريمة والمشروع القومي لتنمية الأسرة. هدفنا زي كل البرامج اللي إحنا بنشتغل عليها بالتوازي مع المبادرات القومية اللي بتطلقها الدولة، إن إحنا بنستهدف المواطن المصري علشان يكون على قدر كافي من الوعي ومن إدراك للحفاظ على يعني كل الدولة بتعمله، بيحافظ على البرامج التنموية، المشروعات القومية اللي بتستهدف البنية التحتية وغيره، إزاي يبقى عارف يشارك في النمو وتنمية المجتمع بتاعه، وتركيزا على النساء والفتيات. ودي هدف كبير بيقوم به المجلس القومي للمرأة لمساعدة الدولة في المشروعات القومية الكبرى. ده عظيم جدا. حضرتك قلت ان احنا بنستهدف سن معين، في تغيرات كتيرة جدا بالنسبة للفتيات، ودي حاجة مهمة جدا، بس كنت عايز اركز على حاجة. واحنا في المرحلة دلوقتي احنا موجودين في 6 محافظات، هل مشاكل الفتيات في ال6 محافظات واحدة؟ لا طبعا، هي كل خصوصية كل محافظة بتفرض عليها موضوعات بعينها. احنا في المنهجية بتاعة دوي احنا بنخاطب كل القضايا اللي بتهم الفتيات، ولكن خليني اقول لحضرتك انه المجتمعات بتختلف، وبالتالي فالبنات اللي في وجه بحري غير البنات اللي في منطقة القناة مثلا، غير البنات اللي في مناطق الحدود، كل واحدة منهم عندها يعني مش عايزة اقول مشكلات قد ما اقول عندها خصائص خاصة
او ثقافيه في المجتمع بتاعها، بالتالي احنا بنخاطب من وجهه النظر المجتمع، حتى انه المؤثرات اللي احنا بنشتغل معاهم او بندربهم علشان يديروا الحوار داخل الدوائر بيكونوا من نفس المحافظه، لانهم اكثر يعني تعبيرا قدره على التعبير عن مشاكل او قضايا وخصائص الثقافيه في المجتمع بتاعهم اثناء الحوار مع الفتيات. أستاذة إزيس، التفاعل وردود الأفعال من الفتيات، حضرتك قلتي بتستهدفوا تقريبا من سن 10 سنين 18 سنة، مظبوط؟ مظبوط كده. طيب ردود الأفعال والمشاركات شكلها إيه؟ خليني أقول لك على حاجة مهمة، لما بننزل نتكلم مع الفتيات المرحلة السنية، وأنا هخص هنا بالذكر المرحلة اللي هي من 10 ل 15، المرحلة دي تقريبا ما فيش برامج يعني مخصصة للتوجه لهؤلاء الفتيات. بالتالي هم بيشعروا يعني بسعادة كبيرة انه في حد بيهتم بيهم، في حد بيروح لهم لغاية عندهم. عادة احنا بنتواصل مع الفتيات اللي هم في المدارس، يعني معانا شركاء في هذه المبادرة الكبيرة، المجلس القومي للأمومة والطفولة ووزارة التربية والتعليم اللي فتحت لنا كل المدارس علشان نقدر يعني نمارس فيها جلسات أو نطلق فيها الجلسات الحوارية مع الفتيات. خليني أقول لك كمان إنه عندنا قضايا مهمة بنحاول نشارك فيها الفتيات، اللي هي قضايا الأمان الإلكتروني، دي واحدة من القضايا الحديثة اللي بدأنا نتحدث فيها، وبدأوا البنات هم نفسهم داخل الدوائر يتكلموا على المضار اللي بيتعرضوا ليها أثناء استخدامهم للسوشيال ميديا ومواقع السوشيال ميديا، إزاي بيتعرضوا لتنمر في بعض الأحيان، لابتزاز أحيان كتير. ودي كانت واحدة من القضايا المهمة اللي احنا بدأنا نشتغل عليها أو ضمناها للموضوعات اللي بنشتغل عليها في دوائر الحكي. جميل جدا احنا نكون بنوعي الفتيات بكل هذه الامور. هل احنا لما بننزل محافظه مثلا بننزل المراكز فقط، بننزل القرى والتوابع، وازاي بنعرف الناس ان احنا موجودين؟ لا، احنا بننزل القرى، يعني احنا هدفنا الاساسي انه نشتغل في القرى اللي فيها مبادره حياه كريمه. ابعد قرى في ابعد مناطق هي اللي بنقدر نوصل لها بالتوازي مع المشاريع القوميه الكبرى اللي بتنفذ لتنميه المجتمع والريف المصري. بيعرفوا من فين؟ لا، احنا بنروح لهم لغايه عندهم، زي ما قلت حضرتك احنا بنتشارك مع وزاره التربيه والتعليم ومع وزاره الشباب، ويعني كل الاماكن اللي تقدر تتجمع فيها الفتيات بتلاقينا موجودين هناك. احنا بنشتغل بالتوازي في عدد من المدارس في نفس الوقت، في عدد من مراكز الشباب في نفس الوقت، وبيقولوا البعض المجتمعات المحليه مجتمعات لحد ما يعني بيعرفوا بعض كلهم، فلما بنكون في مدرسه بتلاقي المدرسه اللي بعدها بيكلمونا، طب انتوا ما جيتوش عندنا ليه؟ او مركز الشباب بنات يجوا يقولوا انتوا ما جيتوش عندنا ليه؟ فبيدينا عبء كبير طبعا تحت اشراف ورعايه خاصه للسيده الدكتور السيسي، بيبقى عندنا يعني عبء كبير ان احنا نقدر نوصل لاكثر عدد من الفتيات، وفي نفس الوقت نقدر نوصل لأبعد القرى اللي هم ما بيكونش عندهم خدمات مجتمعية كبيرة، ما فيش خدمات نفسية بتتقدم للفتيات أو خدمات اجتماعية. بالتالي احنا بنحاول نوفر ده في فترة، وبنكمل بعد كده المدرسة بعدنا، يعني احنا بنخلص الدوائر الحكي بيبقى هدفنا ان احنا ندرب اخصائيات الاجتماعيات والمدرسات في صحيح هيتعاملوا مع الفتيات بعد كده، هم بيكملوا بعدنا. شكرا جزيلا يا فندم الاستاذ عزيز محمود، مدير عام الاداره العامه لتخطيط البرامج في المجلس القومي للمراه.